السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. رحمة الله وبركاته وسلامه ورضوانه عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. رحمك الله أبا عبد الله الحسين وجمعنا بك في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء بما قدم لدينه وأمته ووطنه وشعبه، وتقبل يا مولانا إلى روحه الطاهرة ثواب سورة الفاتحة.